يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيتابعوا معانا حلقه النهارده من السادسه احلى تحيه لكل الاهلاويه بعد غياب يعني وحشتونا طبعا كل سنه وانتم طيبين ويا كده يعني تكون فرصه الاجازه نتخلص منها من من كل الضغوط ورغم ان الضغوط مستمره مع الاهلي والاهلي ما بيعرفش اجازات لعبنا ماتشين اخرهم طبعا ماتش فيوتشر امبارح هارد لك هتكلم على حاجات كتير في مباراه امبارح، وهتكلم عن الاهم في ما تبقى من مشوار الأهل في عمر مسابقه الدوري، لكن حابب ابدا بمنتخب مصر، خليني اقول طبعا مبروك لاعبتنا ومبروك للجهاز الفني تسلل للمنتخب الوطني ما حدش كان حاسس بيه الحقيقه، لكن الحقيقه الولاد اجادوا قدموا عروض قويه نجحوا في الوصول لمربع ذهبي وفكره الوصول للمربع ده بيتخليك قدام ثلاث فرص للتاهل الأولمبياد وده الهدف احنا كنا بنتكلم من قبل البطوله المنتخب الوطني هيعمل ايه لانه خلينا نتكلم برضو بمنتهى الصراحه احنا ما حسيناش بمشوار قطع روجيرو ميكالي يخلينا مطمنين على المنتخب الاولمبي ما حسيناش انه في اساسا المنتخب اولمبي عندنا بينافس في بطوله امم افريقيا ورايح يلعب على فرصة التأهل لأولمبياد باريس السنة الجاية إن شاء الله، لكن الحقيقة الولاد قدموا مردود جيد جدا، قدموا مستوى على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي قدموا كرة كويسة جدا ونجحوا في الوصول للمربع الذهبي. المربع الذهبي يعني إيه؟ خلينا نراجع كده قواعد التأهل لأولمبياد باريس بتقول إنه الثلاثة الأوائل من قارة أفريقيا هيتأهلوا مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية. وصاحب المركز الرابع هيدخل في ملحق تصفية مع رابع اسيا يعني من الوارد جدا انه المنتخب الوطني او نسب وصول المنتخب الوطني ان شاء الله كبيره جدا بنسبه 100% حال فوزه بكره على منتخب غينيا وتاهله للمباراه النهائيه اللي هيكون طرفها احد منتخبين اما المغرب صاحب الارض ومستضيف البطوله واما مالي اللي جه في المركز الثاني في مجموعتنا لو وصلنا للمباراه النهائيه ما نفكرش في نتيجتها احنا اوريدي على طول بشكل كده اوتوماتيكي وصلنا اولمبياد باريس لان ضمنا مركز اول او ثاني وبالتالي احنا تاهلنا بشكل مباشر مباشر لا قدر الله لا قدر حال خسرتنا بكره امام منتخب غينيا هيبقى عندنا فرصه ثانيه وده طبعا سيناريو ما نتمنهوش انا اتمنى طبعا ان احنا نفوز باللقب تفرق كتير وانت رايح تلعب في دوره العاب اولمبيه وانت بطل قاره غير لما بتكون من ال... من... من اصحاب المراكز المؤهله يعني المشاركه معنويا ونفسيا تفرق كتير جدا فنتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل لاخر المشوار ونتوج ببطوله امم افريقيا ونكرر الانجاز اللي عمله منتخبنا الاولمبي مع كابتن شوقي غريب قبل ما يتاهل لاولمبياد طوكيو لكن احنا بنقول الحسابات الاحتمالات القائمه يعني للتاهل الاولمبياد لو لا قدر الله خسرنا بكره قدام غينيا هنلعب مباراه تالت ورابع قدام الخسران من مباراه مالي والمغرب كسبنا مركز تالت كسبنا المباراه دي تاهلنا ايضا بشكل مباشر لاولمبياد طوكيو لا قدر الله حال الخساره في مباراه المركزين الثالث والرابع ده معناه ان احنا هيبقى عندنا ملحق تصفيات مع الرابع في اسيا وهتزال حظوظ المنتخب قائمه في التاهل الاولمبياد لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب مباراه بكره ونريح الدنيا ونوصل ونحتفل ويبقى ان شاء الله باذن الله قدامنا مباراه نهائي ان شاء الله باذن الله المنتخب يتوج فيها بلقب افريقي خدوا بالكم ماتش بكره صعب ومنتخب غينيا انا الحقيقه ما شفتلوش غير مباراه واحده ما شفتلوش غير مباراه الافتتاحيه اللي قدام المغرب والحقيقه الولاد بتوع غينيا فريق تقيل فريق عنده شخصيه لعيبه لا في لعيبه كره كتير يعني مش بس فكره الامكانيات البدنيه بتاعه أشقاء الافارقه لكن كمان في لعيبه كرة في منتخب غينيا عندهم كرة حلوه جدا ومنتخب ده ارهق منتخب المغرب، بل انه في مباراه افتتاح البطوله هي مباراه المغرب وغينيا كانت اول مباراه بتتلعب في البطوله. خلص الشوط الاول وغينيا متقدمه. وقدرت المغرب ترجع في النتيجه بركلتين جزاء. فده يقول لك انه منتخب بيلاعب المنتخب اللي بيستضيف البطوله على ارضه وسط جمهوره وقادر إنه هو كان يحرجه بالشكل ده فهو بالتاكيد منتخب صعب، وخصوصا كمان انه عنده افضليه. يعني ما اعرفش طبعا دي قصه روجيرو ميكالي هو اللي يقدر يحسمها خصوصا في الاحمال التدريبيه لانه منتخب غينيا خلص ماتشاته قبلنا بيوم يعني هو ختم مشواره في دور المجموعات لعب اخر مبارياته قبل منتخب مصر بيوم وبالتالي هو خد فتره راحه او فتره الاستعداد لمواجهه مصر في الدور قبل النهائي ازيد عن المنتخب المصري بيوم ودي في البطولات المجمعه اكيد تفرق كتير جدا في قصه الاستشفاء والاحمال البدنيه لكن ان شاء الله انا عارف انه المواقف الصعبه دايما بتظهر معادن الرجال رجالتنا ان شاء الله بكره الحقيقه اللي تالقوا ابدعوا وقدموا اوراق اعتمادهم عشان يكونوا نجوم ان شاء الله نراهن عليهم في مستقبل الكره المصريه في البطوله دي ان شاء الله باذن الله يقدروا يتخطوا غينيا بكره هنتكلم على ماتش غينيا بكره وهنتكلم كمان على ماتش الاسماعيلي وتعالوا نراجع مع بعض مشوار الاهلي المتبقي في بطوله الدوري صدق او لا تصدق صدق او لا تصدق حال تعادل الاهلي في كل مبارياته المقبله في احتمال ان لقب الدوري يضيع منه رقميا وحسابيا الدوري ما زال في الملعب والنقطتين اللي فقدهم الاهلي قدام فيوتشر امبارح كانوا نقطتين غاليين جدا وكانوا يأثروا جدا في فرص الاهلي في التتويج مبكرا لو لو وصلنا امبارح للنقطه 72 كان كل السبع ماتشات اللي فاضلين لنا محتاجين منهم بس خمس نقاط، خمس نقاط من سبع مباريات كانوا كافيين بتتويج الاهلي في الموسم الحالي بلقب بطل الدوري، ولكن التعادل ده دخلنا مش عايز اقول في حسبة برما لانه ما زالت الفرصه قائمه وما زالت فرصه كبيره جدا قدام النادي الاهلي مش محتاجين غير ثمان نقاط فيما تبقى في مشوارنا في الدوري، طيب ماتش فيوتشر اللي اتلعب امبارح هيبقى فاضل لنا بعده سبع ماتشات يوم الأربعاء اللي جاي ان شاء الله الاهلي والاسماعيلي وخد بالك انه كل الماتشات اللي فاضله ماتشات دربيات ماتشات دربيات يعني ما لهاش علاقه بترتيب الفرق دي في جدول البطوله ملهاش علاقه بشكل ومستوى اداء الفرقه دي الموسم الحالي الاهلي والاسماعيلي دربي شاء من شاء وابى من ابى بالتاكيد مباراه بتبقى ليها حسابات خاصه الاتحاد والاهلي مباراه ديربي لانه انت بتتكلم عن يعني الاتحاد طول عمره الحقيقه فريق ليه شعبيه وليه جماهيريه والسنه دي الاتحاد مقدم عروض قويه جدا وبالتالي مباراه برضه بالتاكيد مش سهله على الاطلاق الزمالك والاهلي وحتى وان كانت معاناه الزمالك مستمره وبعنف الموسم ده وفرصه في المنافسه على المركز او يعني على الاول او الثاني تقريبا هي انعدمت خلاص لكن في النهايه يبقى او تبقى مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه اهلي وزمالك والدوافع عند الفريقين ملهاش علاقه على الاطلاق بلقب البطوله او بالترتيب في جدول المسابقه المقاولون والاهلي ماتشات اتعودنا طول عمرنا من الثمانينات انه ماتشات الاهلي والمقاولين مباريات صعبه وليها ايضا حسابات خاصه يمكن هستثني من ده الاهلي وحرس الحدود رغم انه الحرس بالذات من الفرق اللي بتتعب الاهلي جدا في المواسم الاخيره لكن ماتش الاهلي وبيراميدز تكلم على انه بيراميدز هو اكتر فريق عنده دوافع في الدوري لتعطيل المشوار بتاع الاهلي لان هو الوحيد اللي قريب من المنافسه يعني المنافس الحقيقي ودي نقطه انا عايز اقف عندها بشكل كبير بعيدا عن المسابقه السنه دي على تغيير او تغير شكل خريطه المنافسه في الكره المصريه وخصوصا تبعات في السنوات اللي جايه فالاهلي وبيراميدز هي مباراه بدون شك هتكون مهمة جدا وصعبة جدا ما لم يتمكن الاهلي من حسم اللقب قبل الجولة قبل الاخيرة ودي هتكون يوم 23 سبعة ثم الختام مع المصري وانتم عارفين طبعا القصة والحكاية والتاريخ والرواية بين الاهلي والمصري على مدار تاريخ طويل جدا 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 من المنافسة بين الاهلي القاهري والمصري البورسعيد. طيب قصة الحكاية والرواية والمشوار والإسماعيلي اللي جاية ومصر وغينيا بكرة هنتكلم فيها مع نجمنا وضيفنا النهارده كابتن أحمد عبد الفتاح هيكون معانا ضيف علينا في السادسة لكن بعد الفاصل. ليه كنت بقول صدق أو لا تصدق الدوري ما زال في الملعب إنه وده سيناريو وارد صحيح سيناريو صعب حدوثه ولكن في النهايه انت بتتكلم دايما لازم تحط كل الحسابات والارقام قدامك سبع مباريات متبقيه للاهلي حاله تعادل في السبع مباريات ده معناه انه اللقب يبقى في الملعب بيراميدز النهارده في المركز الثاني برصيد 67 نقطه متبقي ليه ثلاث مباريات حسبة انه يكسب الثلاث مباريات بتوعه يوصلوه لحد اقصى او لسقف 76 نقطه في الوقت اللي الاهلي عنده 69 نقطة يتبقى ليه سبع مباريات، التعادل في السبع مباريات يوصله أيضا للرقم 76، عشان كده بقول مع صعوبة الماتشات المتبقية قوة المنافسة فيها زي ما قلت بحط قصة الترتيب والمستوى في الموسم ده على جنب وكلها ماتشات نعتبرها ماتشات دربيات وإن شاء الله بإذن الله الأهل يكون قريب من حسم اللقب، بشرفنا النهارده في السادسة كابتن أحمد عبد الفتاح ضيف علينا، مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الخير ابو حميد واهلا بجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كله ومبروك انا يعني احنا اول مره نتقابل بعد ما بقيت مدرب في, 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 في نادي فيوتشر <applause> فانت جاي على الجرح انت جاي والماتش لسه طازه <applause> بالظبط حظي <applause> مبروك هم طبعا يعني اه كلموني هم الاعداد فجيت حظي بقى في مباراه الاهلي فيوتشر طبعا الدنيا. الاهلي ده بيتي واللي انا اتربيت فيه طول عمري لا و... بالعكس انا بقول لك تجربه فيوتشر تجربه كويسه جدا ونتمنى الحقيقه ان احنا نشوف يعني انا بشوف الحقيقه أكيد. واحد من من انجح التجارب اللي حصلت في في الكوره في السنوات الاخيره اكيد طبعا فيوتشر منظومه محترمه من السنه اللي فاتت واحنا بنشتغل في فيوتشر كابتن عادل مصطفى كان مدير قطاع الناشئين برضو ابن من ابناء النادي الاهلي مختار مجموعه من المدربين على اعلى مستوى معانا لا كوادر الاهلي يا كابتن احمد في كل المجالات هتلاقيها اكيد طبعا يعني ومعانا دلوقتي دلوقتي اللي ماسك دلوقتي كابتن جمال السيد برضو طبعا النادي الاهلي بيه. ف كبيره طبعاً. اكيد طبعا أكيد, اكيد طبعا فان شاء الله كده المنظومه تقدر تطلع لعيبه كويسه للفريق و... الاول وفي في نادي في مصر ما فيهوش حد من ولاد النادي الاهلي؟ اكيد طبعا انت حتى لعيبه الفيوتشر كمان الفريق الاول دلوقتي اللعيبه المميزه اللي فيه النادي الاهلي ده طبيعي ده, ده طبعاً. طبعا طبعا طبعا, طبعاً. المنظومه و... المنظومه الناجحه بتطلع لعيبه لكل الانديه وده صحيح. النادي الاهلي اللي طول عمره بيغذي الانديه المصريه والمنتخبات باعلى لعيبه في اعلى مستويات طبعا طيب قبل ما اتكلم معاك في مشوار الاهلي في الدوري حابب اقف شويه معاك مع المنتخب الاولمبي كنت بقول في بدايه الحلقه انه ان المنتخب الاولمبي تسلل الى المغرب مع روجيرو ميكالي ما كانش حد حاسس بيهم ما كناش حاسين انه في اعداد على مستوى المنافسه على لقب بطوله افريقيا ومن بعدها التاهل الاولمبيات لكن الحقيقه مش عارف يصح ان احنا نقول انه المنتخب الأولمبي فاجئنا بتاهله بصدارته للمجموعه وتاهله مربع ذهبي واقترابه بخطوات يعني بخطوه كبيره نحو التاهل لاولمبياد باريس ولا لا لا طبعا هو ما فاجئناش لان المنتخب الاولمبي لو فكرنا او افتكرنا مع بعض البطولة اللي فاتت المنتخب الأولمبي خد بطولة أفريقيا ووصل آه الأولمبياد كانت في مصر لكن آه برضه جهاز فني على أعلى مستوى جهاز, آه جهاز فني مكالي مع وائل رياض ابن من أبناء النادي الأهلي برضه. كابتن سيد السوركي مدرب حراس مرمى برضه وانا اشتغلت معاه في نادي بتروجيت من مدربين حراس كبار جدا كابتن قاسم ادري مدرب احمال يعني جهاز فني محترم أوه. يقدر يوصل المنتخب مش مش يوصل لا احنا بنفكر دلوقتي وطموحنا دلوقتي ان احنا ناخد البطوله كمان لان لعبتنا ومنتخبنا قادر ان هو يعمل كده بنتمنى ان شاء الله التوفيق ليهم في المباراه اللي جايه عندك دور قبل النهائي وبعد النهائي ان شاء الله تفكر الاول في المباراه اللي جايه ازاي تحسب الوصول للاولمبيات لازم تكسب المباراه الجايه توصل للاولمبيات وتيجي تلعب المباراه النهائيه ان شاء الله وتكسب البطوله عشان دي بتفرح الشعب المصري بطوله خارج ملعبنا لكن لعبتنا قادره خبرات لعبتنا على مستوى عالي جدا نتمنى ان شاء الله ليهم التوفيق هو المشكله بس ان الاعلام مش مركز قوي على المنتخب الاولمبي هي دي اللي مخليه مخليه برضه لعيبه المنتخب الاولمبي غير البطوله اللي فاتت البطوله اللي فاتت كانت لعيبه معروفه أي. ومعظمهم بيلعب في الانديه المصريه وبيلعبوا بصفه مستمره لكن اللعيبه اللي بتلعب في منتخب الأم دلوقتي يعني بنتكلم على نجم ال... نج... احسن لعيب فيهم او نجم الفريق ابراهيم عادل عشان بيلعب ببرامز بصفه مستمره لكن في لعيبه بتحاول وفي لعيبه ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في المباراه الجايه ان شاء الله ويبدا بقى اللعيبه تلمع ونشوفهم في المنتخب الاول باذن الله. ان شاء الله. أه شايف ازاي أه يعني اداء او او قدره روجيرو ميكاليا على ناس كتير راهنت على الراجل بحكم انه واحد برازيلي بحكم انه اثنين قاد منتخب البرازيل لذهبيه ريو دي دو جانيرو دوت على العاب الاولمبيه شايف ازاي مشوار روجيرو ميكالي مع منتخب مصر الاولمبي؟ والله بص الوصول للاولمبيات الاول دي, دي 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 اول حاجه نجاح لكن دي توصل للميداليه موضوع صعب قوي محتاجه شغل كتير قوي؟ أول؟ يعني, يعني معلش مع كامل احترامي هي مصر اقل من نيجيريا في ايه مثلا يعني؟ لا هو يعني هو يعني نوعيه اللاعب ساعتها او نوعيه اللعيبه في وقتها مين كان معاهم ساعتها؟ أوه. في يعني مثلا كانوا لو افتكرنا البطوله اللي خدوها كانوا كان لعيب كبير جدا ومن احسن اللعيبه في احسن الانديه في العالم ومن احسن لعبه في افريقيا. أوه. اه الموضوع مختلف الكواليتي اللي معاك هل الكواليتي اللي معاك اللعيبه دي القماشة اللي معاك دي تقدر توصل للمنتخب بميداليه؟ انت عارف ان برضو كل بطوله بتستعين بثلاث لعيبه من المنتخب الاول أي. وارد جدا الثلاث لعيبة دول يعملوا فارق لما نيجي نلعب البطوله. م. وارد جدا برضو ان المجموعه بتكون معاك لما تخش في مجموعه سهله. في حاجات كتيره جدا بتساعدك في ظروف البطوله، لكن الوصول نفس البطوله اللي جدا. احنا عالم وما كانش عندنا لعيبة كبيره ولاعيبه ما كناش حد يعرف اسمهم ولا حد شافهم ولا حد اتفرج عليهم وراحوا خدوا ثالث عالم مع كابتن شوقي. اكيد طبعا اكيد ساعد المنتخب 2001 أي. ده عمره ما يتنسي طبعا لكن نتمنى والطموح موجود عند كل اللعيبه والطموح موجود في المنتخب ده. اتمنى ان شاء الله حاجه تبقى حاجه كبيره جدا لمنتخبنا طيب. اتمنى سؤال الأخير في ملف المنتخب قبل ما اروح لاخبارنا النهارده عايز اسمع تعليقك عليها كنت دايما لما بتكلم على حاله الفجوه او الكبوه سميها زي ما حصلت للكره في مصر بعد ثلاث تتويجات في في بطوله افريقيا, أفريقيا. قعدنا دورتين يمكن او ثلاثة مش فاكر يعني مش عارفين نتأهل اساسا م. ثم بعد كده المعاناة في المنافسة على اللقب ثم بعد كده مرتين الوصول للمباراة النهائية مرة أمام كاميرون مرة أمام السنغال وعدم قدرتنا على التتويج وكان دايما أكثر مبرر يعني بيتقال أو بيتسمع إنه إحنا ما قدرناش نحافظ على تواصل الأجيال في جيل او اثنين وقعوا مننا بسبب حاجات كتير هل شايف انه تفوق منتخب الاولمبي بتاع كابتن شوقي غريب فوزه بطولة افريقيا ووصول اولمبياد طوكيو وان شاء الله باذن الله باذن الله قدره منتخبنا الاولمبي الحالي على الوصول لاولمبياد باريس نقدر نقول ان احنا عالجنا مشكله تواصل الاجيال نقدر نراهن على كاس عالم 26 واحنا مطمنين ولا دي ملهاش؟ والله ملهاش ملهاش مقاييس ملهاش, ملهاش مقاييس آه انت اشتغلت وبدات اهو تحاول تعمل توصل اجيال أيه. المنتخب الاول بالذات حتى كمان خد بالك انه انه آه آه ري فيتوريا بيتكلم في فكره آه نزول بمعدل الاعمار العمار. ولما هتنزل معدل الاعمار ما عندكش تقريبا غير المنتخبين دول يعني منتخب اللي هو جيل آه اكرم توفيق بالظبط كده أيوة. وال والشباب بتوع طوكيو والجيل اللي موجود حاليا موجود دلوقتي كوكا وحمزه علاء وابراهيم عادل وصابر واسامه فيصل هو ده الجيل اللي ممكن تعتمد عليه اكيد طبعا هو ده اللي بيحصل ربط بين الاجيال وبعض احنا عند حصلنا مشكله اولا طبعا المشكله السياسيه اللي حصلت في بلدنا هي اللي وصلتنا في وقت فتره من الفترات عدم وصول لبطوله افريقيا مجموعه من اللعيبه اللي هم من 2006 ل 2011 انا شايف ان الفتره دي آه، اتزعمنا الكرة في, في افريقيا المنتخب والجيل ده حظه وحش ان هو ما وصلش كاس عالم 2010 مع انه كان جدير جدا بعد الفوز بثلاث بطوله افريقيا انه يلعب كاس عالم والمنتخب ده لو كان لعب كاس عالم آه، طبعا مش عايزين ننسى المباراه الشهيره طبعا مع الجزائر والجزائر هي اللي هي. وصلت لو كنا وصلنا بالجيل ده مع كابتن حسن شحاته الفني اللي, اللي خد الجزائر اربعه بعدها بالضبط ما انا بقول لك لو كنا بالجيل ده مع كابتن حسن شحاته المدرب انا من وجهه نظر المدرب العظيم اعظم مدرب مع كابتن جوهري جه في تدريب المنتخب المصري مع الجهاز الفني كابتن شوقي غريب كابتن حملا صيدي كابتن احمد سليمان جهاز فني على اعلى مستوى الوصول ثلاث بطولات افريقيا لو كنا وصلنا بالفرقه دي كاس عالم 2010 كان كنا نعمل نتائج ايجابيه كنا ممكن نوصل في حته كويسه جدا لكن ما حصلش بقى حصل بعد كده بقى اللي احنا عارفين اللي حصل في البلد وحصل مشاكل بعيدنا بطوله اثنين بطوله افريقيا ما نوصلش فيهم وبعدين وصلنا على والأهلي... رغم أنه الاهلي لعيبه كتير بطاطس بطلت... الاهلي في الوقت ده على فكره خدنا بطوله افريقيا 2013 بطوله افريقيا اه بالظبط كده وما و... 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 كانش بيتلعب فيها اعتقد مسابقات محليه اكيد أوه. اكيد يعني... الفتره دي طبعا كان محمد يوسف كمان كان المدير الفني كان بطوله تكسب الترجي الترجي غاليه جدا جدا لان كانت ساعتها كمان البلد محتاجه حاجه تفرحنا ايوه والكوره في ساعتها في مصر كانت يعني كنا بعيد عن التتويج بقالنا فتره طويله جدا تتويج باي بطوله افريقيه او قاريه لكن المنتخب زي ما بقول لك جه بعد كده محمد صلاح بقى النجم الاوحد لمنتخب مصر لكن عشان توصل بفرقه توصل كاس عالم وانت وصلت كاس عالم 2018 بس النتيجه النتائج النتائج بالظبط النتيجه ما لان المنتخب الاوحد دي تبقى صعب قوي <applause> لازم محمد صلاح طبعا نجم من نجوم الكره المصريه محتاج اكتر من لاعب في مستوى محمد صلاح بيلعب في اوروبا عشان توصل في حته كويسه في مباراه القريه من ايام هيكتور كوبر اكيد من ايام هيكتور كوبر وصولا أه... ل فيتوريا وما بينهما وما بينهما كيروش بقى كيروش. على بالضبط. كابتن حسام على اهاب جلال كابتن أهب. يعني بقى. تقريبا شكل قوام المنتخب ما اتغيرش كتير اكيد صح. من يعني أعلم. من أول العظم او الاساسي تقريبا هو بالزبط. هو هل بتشوف انه هو نفس القوام اللي ممكن تعتمد عليه في الوصول لبطوله لبطوله زي بطوله كاس العالم ما هو دلوقتي هنفكر في الاعتماد على لعيبه المنتخب الاولمبي مين من آه. المنتخب الاولمبي يقدر يخش في وسط المنتخب الاول دلوقتي آه. في وسط لعيب مثلا انا انا كمدير فني للمنتخب الاول باجي افكر عندي في المركز الفلاني مثلا محمد صلاح ببدا اشوف اولا الدوري المصري مين اللي في الدوري المصري بيلعب جناح ايمن ما لقيتش حد زي محمد صلاح هبدا افكر في المنتخب الاولمبي طب خلينا لك السؤال بشكل ثاني يا كابتن احمد اتفضل انت هتجاوبني اجابه دبلوماسيه شكل <applause> من الدوري المصري اللي انت شفته السنه دي طلع القوام بتاع المنتخب الرئيسي سواء كانوا محترفين بيلعبوا بره او حتى كويس. لعيبه بتلعب هنا جوه الدوري اللي احنا بنتفرج عليه ال 18 نادي المنافسه البادجتس الكبيره جدا تقدر تطلع لي منتخب مصر بره الاسماء اللي احنا عايشين معاها من ايام كوبر لغايه لا لا بصراحه هو انا مفيش. يعني ما فيش لعيب مظلوم مثلا لما تيجي تقول الاسامي للمنتخب <applause> اختيارات المنتخب لا لا ما فيش لعيب مظلوم ما فيش لعيب نقول لا ما اختاروش ليه للمنتخب الاسامي اللي بتتحط هي دي احسن لعيبه موجوده في مصر الفتره م. دي هي دي احسن لعيبه اللي فعلا تقول لا وانت كده كنا الاول في الدوري المصري لما اي مدير فني بيجي يختار تلاقي ناس بره المنتخب حوالي 10 او 15 لعيب الناس زعلانه عليهم م. تقول فين فين ده فين ده فين ده دلوقتي لما بيختار 25 لعيب او 30 لعيب يعني ما بنفكرش ان في حد بره ثانيه خلاص مش دي غريبه شويه طبعا اكيد طبعا يعني يعني لما تبقى الاسماء او المنافسه بتبقى مقفوله على مجموعة 30 للعب. او 40 اسم في قوام 18 فريق على فكره في منتخبات كتير جدا في العالم بتجيب لعيبه من دوري الدرجه الثانيه اكيد واحنا في اوقات كتير جدا كان في مديرين فنيين منتخب مصر بيروحوا يجيبوا لعيبه من الدرجه الثانيه فلما تبقى يعني كل الفرق دي وكل الميزانيات الضخمه دي على نشاط كره القدم وما فاتش المنتخب المصري ما فيش جديد ده برضه دي علامه استفهام ما هو ده دل ده اللي تلاقي يعتبر او المدير الفني بيجي يختار كمان بيجي تلاحظ ان كل الاختيارات اللعيبه المحترفه اول تفكيره في اللعيبه المحترفه ويبدا يفكر بعد كده في اللعيبه في الدوري المصري لكن الدوري المصري بتاعنا فعلا ما افرش لعيبه على مستوى اعلى من اللعب المحترف مم. في وقت من الاوقات لو فكرنا في 2007 و2008 2010 كان اسمه منتخب المحليين مم. معظم اللعيبه كلها كانت بيلعبوا في الدوري المصري ومعاهم احمد حسام ميدو مثلا كان بيلعب في انجلترا كان هو النجم الوحيد اللي وكان بيلعب في اوروبا كان زيدان بيلعب في المانيا آه. غير كده احمد خدا. حسن برضو احمد حسن, حسن شويه صح في بلجيكا طبعا مم. لكن معظم دلوقتي المنتخب كله كله بيفكر اي حد يجي يبقى يجيب أجيب المحترف ايوه المصري في الدوري المصري فعلا ما فيش منافسه قويه مع اللاعب المحترف مين دلوقتي مثلا اللي يقدر يقعد مثلا مش هقول محمد صلاح يا تريزيجيه في لعيبه كويس تريزيجيه يعني تريزي مرموش, مرموش, احمد حجازي في لعيبه في لعيبه كويس في لعيبه كويس لكن آه الثقه بين المدير الفني ان هو يدي لعيب بيلعب في دوري محلي ولعيب بيلعب في دوري اوروبي دي مش موجوده صحيح. وبالذات لما بيكون المدير الفني على فكره بيفرق لما بيكون المدير فني اجنبي م. كل تفكيره في اللعيب المحترف الجراه بيبقى مدرب مصري هو اللي عنده الجرأة أو عارف طبيعة اللاعب المصري أكتر إن اللاعب المصري في أوقات معينة مش تحسش من الفرق بين اللعيب المحترف واللاعب المصري تمام. خليني استعرض معاك سريعا كده مجموعه الاخبار اللي معانا ونسمع تعليق كابتن احمد عبد الفتاح حاليا يعني انت طبعا بعد ماتش امبارح مستر مارسيل كولر قرر ما في راحه وماتشات الاهلي يمكن من كل ثلاثة ايام ما فيش راحه طبعا ما هو مش قرر هي طبيعي هتبقى مضغوطه والفرق الزمني بينها قليل جدا فبالتالي ما فيش راحه هو هو هي هو, هو ما راحه لانه بيعمل روتيشن آه. ما ينفعش يدي راحه الراحه دي غلط للعيبه لما تلعب مباراه صعب يدي راحه والماتش بعدها بيومين ثلاثه أيوة. صعب جدا فبيعمل روتيشن اللعيبه بتيجي ما تتمرنش بتيجي تعمل ثلج تنزل مختص ثلج يعني. استشفى و... يعني أيوة. فيش مفيش فيش راحه التمرين ده ويمكن كان طلب تقرير طبي على حاله عمرو السليه ومحمود متولي الاثنين يمكن هيغيبوا لغايه نص الشهر يعني ممكن يخ... يفوتوا اعتقد ثلاث ماتشات اه إيه إيه اسماعيلي اتحاد زمالك على التوالي كده ممكن الاثنين يبقوا بعد انا عنه. انا اتمنى ان ما نستعجلش لان أيه. عمرو السليه بيتهيألي الاصابه رجعت له في نفس المكان او اصابه ثانيه ما نستعجلش عليهم آه عندنا الحمد لله في مكانهم لعيبه على اعلى مستوى وده اللي منجح كولر السنه دي عنده مجموعه من اللعيبه اي حد موجود بيلعب ما فيش فرق بين الاساسي والاحتياطي تمام اتحاد الكرة آه هو مش بيدرس هو يمكن عرفته انه خد قرار بالفعل انه فيتور بيريرا طبعا مسؤول عن لجنه الحكام قال لك انه مباراه القمه بين الاهلي والزمالك اللي اتحدد ليها ان شاء الله الخميس 13/7 هيديرها طاقم تحكيم مصر. مصري. اكيد طبعا المباراه عشان مش فيهاش منافسه. رايك في مستوى التحكيم السنه دي يا كابتن احمد؟ والله في حكام ظهرت بشكل جيد آمين. وفي لعيبه ما ظهرتش. انا بحب بصراحه من وجهه نظري بحب البنا. البنا من, من الحكام اللي, اللي بيعجبوني وبيريحوني آه. ومش ومش عصبي اه بس يعني لما بيعمل الغلطه <applause> ما بتستقبلهاش منه يعني في حكام <applause> مستواهم ي... لما انت أخطاء عشان انت عارف ان هو مستواه عالي بالظبط كده فده من ده طبيعي أوه. زي زي المهاجم بقى زي بقى المهاجم يعني. لما يضيع فرصه أوه. انت مش مقتنع ان المهاجم ده على اعلى مستوى يضيع فرصه فده أي. هو أي. البنة من حكام الحياه كويسه اه بيعجبوني جدا بصراحه <applause> يعني. ترشح مين لقياده المباراه ممكن ممكن يكون هو متالي اخر مباراه كان بين الفريقين حكم مصر كان البنا كانت البطوله كانت في السوبر متالي صح اه السوبر أه كان البند أه أه اللي حكم المباراه وقدم مباراه على اعلى مستوى صحيح آه وارد جدا يدي معروف آه ممكن مم. وارد في يعني في حكام بصراحه على اعلى مستوى بصراحه التحكيم المصري كم من 10 السيزون ده؟ والله انا شايف الاخطاء بتقل بتقل, بتقل؟ اه بصراحه يعني الأخطاء بتقل طول. في في اه في مساعده الفار آه. <applause> آه. في في <applause> برضه المشكله ان الاخطاء كلها بتيجي من الفار آه. آه عايز اقول لك في <applause> <applause> في في بعض الاوقات لما تيجي تبص مثلا في العاب معينه فعلا الفار نفسه معناه بتقعد تتفرج انت على فكره الحكم ده في الملعب بياخد القرار في لحظه فالفار ساعات بقى بيقعد دقيقتين عشان ياخد قرار تخيل بقى اللعبه دي حكم وفار وكل الحاجات دي كلها ما حدش ياخد, ياخد فيها قرار اه فعلا يعني طب انا بقعد بقى الواحد يتخيل الكوره زمان كانت ازاي أي. يعني القرارات كانت بتتاخد ازاي بقى يعني اكيد كان في اخطاء كثيره جدا واحنا كنا يا ماشيه ومحدش حدش واخد باله صحيح <applause> طيب ميكالي يمكن في المؤتمر الصحفي هرجع للمنتخب الوطني قال طبعا انه 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 يعني هو كمدير فني بيامل انه يوصل المشوار وهدفنا الاساسي هو الوصول لأولمبياد باريس اتكلم على فكره اختيار بالمناسبه هم اختاروا اربع لعيبه من منتخب مصر في التشكيل المثالي لمرحله المجموعات المجموع. اه اعتقد حمزه علاء حراس حمزه علاء افضل حارس مرمى في البطوله في دور المجموعات لانه طبعا خرج كلين شيت في ثلاث ماتشات وتم اختياره كحارس مرمى في التشكيل المثالي أزل. اعتقد اختاره كمان ابراهيم عادل كافضل لاعب في لاعب بيراميدز طبعا كافضل لاعب واحد من اللعيبه الحقيقه المبشره جدا والعناصر المميزه جدا في منتخب مصر اعتقد كمان اسامه فيصل كان ثالث اللاعبين اللي تم اختيارهم في التشكيل المثالي فحاجه كويسه واعتقد معنويا بتفرق اكيد ده التشكيل بسكة. المثالي للبيست 11 زي ما هو نزل على الاكونتس او الحسابات الخاصه ب الاتحاد الافريقي على التواصل الاجتماعي منهم اربع لعيبه من منتخب مصر حسام عبد المجيد هو اللاعب الرابع سمراً. مدافع لاحظ ان, ان الاربعه بيلعبوا بصفه مستمره في النادي هو ده هو ده هو ده اللي بيوصل المنتخب يبقى منتخب جيد لعيب اتحط تحت ضغوطات كبيره جدا لعيب لعب باستمرار في النادي بتاعه فعشان كده تلاقيه هي. مميز مع المنتخب زي ما قلت لكم حمزه علاء افضل حارس في دور المجموعات تحت 23 وطبعا برضو على نفس الاكونت الرسمي للكاف او الاتحاد الافريقي جول كيبر مميز جدا جدا الحقيقه يمكن كجمهور ما تكونش اتفرجت على حمزه علاء كتير في ماتشات مع النادي الاهلي لكن خليني اقول لكم انه حمزه ومصطفى مخلوف انا بسمع عليهم من جول كيبرز كبار في النادي الاهلي حكايات وروايات اوحش حاجه في حارس المرمى ان هو مكان تقدرش تدي له فرصه في حته ثانيه ممكن اللاعب تغير مركزه م. ممكن تدي له جرب في حته ثانيه لكن حارس المرمى فعلا مظلوم فعلا لان برضه صعب التغيير في اثناء المباراه أي. او اثناء الموسم في اي مدير فني كبير بيحط آه آه. رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه لا ثلاث. هو أكتر اكثر معاناه اكتر معاناه في مركز داخل أكيد المستطيل اكيد حارس المرمى وانه يوصل يبقى رقم واحد دي برضه آه. بتاخد وقت وكلهم بياخدوا يعني سنين آه. يعني حتى العمالقه الكبار كبار حرسوا مرمى وصلوا بعد قد ايه محمد الشناوي نفسه خرج بره النادي الاهلي ولعب أيوة خمس ست سنين ورجع تاني ورجع م. اي اي ح... كابتن احمد شوبير طبعا ايوب معروف انه ايوب آه. آه. ايوب أيوة الكره وادي مصطفى بيظهر مباراه على اعلى مستوى ويجي برضه يرجع لمكانه حارس المهم ان انت لما تجيلك الفرصه والحضري تو... من ورا كابتن آه شوبير. اكيد يعني آه الحضري ما بقاش جه آه في وقت لما آه آه ايه حصل له ظرف الكابتن شوبير خلاص بدا يبطل يعني. فبدا يخش ياخد الحضر. آه آه وحتى في المنتخب اكيد كان كان نادر السيد رقم واحد و... الاول وبعدين آه المهم ان انت يعني تشتغل يعني بشوف الحضري الحقيقه يعني من دي 1 بصراحه تعب اشتغل ووصل آه رقم واحد طبعا آه في جول كيبر آه أكيد, آه 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 اكيد 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 يعني كان هايل بصراحه المهم ان انت تشتغل وتركز زي كده زي مصطفى عقليه بس هي اللي يمكن توصل تقدر توصل اكيد صحيح اه، طيب من من ده نروح للعالمي شويه انت متابع ميركاتو بره ولا مش يعني اه. اه شويه كده بسمع عن شويه في الدوري الاسباني برشلونه ليفربول جاب جالس ليفربول جاب لعيب اكيد طبعا اكيد اكيد, أكيد. الموضوع كوليبالي موضوع ايه. عجبني اصل كوليبالي ده النهارده بيقول لك الهلال اللي انت عارف كان بيفاوض ميسي طبعا أمريكا المفاوضات كانت طويلة طويل جدا لغايه لما قرر امريكا. ان هو يروح انتر ميامي مش عارف ليه بس غالبا المدام يعني المدام آه قال لك انا هروح بص أروح, آه اروح امريكا انه حتى انتر ميامي ده نادي يعني عادي جدا في قاع الجدول آه هو الموضوع الموضوع انه برده انت هتعيش فين؟ ايوه العقليه هتقدر تعيش فين؟ ايوه برده معاه مراته واولاده الموضوع مش ان انا اروح العب كوره بس م. لا بيفضل يحسبها العيشه المكان اللي انا عايش فيه العقليه اللي انا عايش في وسطها مين يقدر يتعايش مع الموقف صحيح صحيح فهو كده اختار امريكا صفقه جديده ليفربول المجري لاعب المجري لاعب الوسط وزقرتها. المجري دومينيك آه. سوبوسلاي طبعا ده آه. كان لاعب نادي لايبزيج آه الالماني طبعا واحد من الانديه المدارس الحقيقيه اللي بتعرف تختار المواهب وتطلع لعيبه وتطلعوا نجوم كتير جدا رغم ان هم م. حديثي العهد يعني بالكره الالمانيه ما هماش مونشن جلاباخ ما هماش بايرن ليفركوزن <applause> انت ممكن تسمعوش على الانديه دي لكن الانديه دي في يعني في سنوات مش بعيده قوي كانت بتنافس على القاب اوروبا والحقيقه تجربه مميزه لايبزك في آآ المانيا آآ خلاص الصفقه انتهت وتمت وحتى هو يمكن تصريحاته انه ما كانش مصدق لانه بيعتبر ده واحد من اهم طبع. الاحلام انه يكون موجود طبعا. في الانفيلد مع يورجن كلوب ودي تاني صفقات الليفربول السيزون ده بعد ما انوى وبمناسبه كمان صفقه برضو حديث عنها اليومين دول من الميلان ساندرو تونالي ده اغلى لاعب في تاريخ ايطاليا كلها شوف بقى ايطاليا اللي جابت باولو روسي وبوفون وباجيو وباجيو وباجي بييرو وتوتي وغيرهم كتير ده اغلى لاعب 23 سنه منتخب ايطاليا للشباب 23 سنه راح من الميلان ل نيوكاسل يونايتد صفقه 70 مليون يورو نيوكاسل ودي اغلى صفقه في تاريخ الميلان اساسا من الانديه اللي غنيه جدا دلوقتي نيوكاسل ويعني عاملين نفس سياسه تشيلسي وداخلين بطوله اوروبا السنه دي عندهم هدف أن يوصلوا أي. في بطوله اوروبا زي مانشستر سيتي الانديه بقى اللي معاها فلوس صحيح فنيوكاسل عندهم الفكر ده السنه دي ان هم عايزين يوصلوا المباراه النهائيه في بطوله اوروبا نرجع للهلال يعني... وميسي نرجع الهلال <applause> بيفاوض نيمار اه انا كنت عارف الخبر من شهر كده يعني من شهر يعني آه. مش قنبله واحده بل قنبلتين يعني انك انت تفكر تحط نيمار وبرناردو سيلفا. سيلفا في فرقه فرق واحده جنب <applause> بعض ايه يعني بص الدوري السعودي بعد كده كل الناس هتتفرج عليه الناس أيه. كلها ده تسويق للدوري السعودي فكر انا انا مش عارف يعني الفكر ده ايه سببه هل الموضوع هل الموضوع لان خد بالك القيمه السوقيه للاعبين دي قيمه مش حقيقيه يعني مع كامل احترامي لبنزيما أو كامل احترامي للجمهور كانتي لا طبعا الرقم ده ما طبعا ما تقول أنه في نادي في اوروبا بس هعرف هعرف اجيبه ما انا لازم اجيبه كده لازم ده السؤال الاول ده اللي بيعوض السؤال الاول آه. السؤال هل يقدروا يجيبوا الارقام دي من ورا تسويق الدوري السعودي؟ لا. ده سؤال منتظرين اجابه آه. عليه او هم طبعا احنا ما يعنيناش احنا ما لناش آه. في الامر شيء يعني هم اعتقد هم اللي جاوبوا عليه والسؤال الثاني هل ممكن عشان الواحد بيفكر برضه ان هم ما كانش عندهم قدره على انتشار لاعبيهم كمحترفين في الدوريات الاوروبيه فقال لك نجيب الكوادر <applause> تيجي عندنا هنا في ملاعبنا بدل مش مش عارفين نطلع لا انا من وجهه نظري ان كل ده بتعمل فيه قيمه محطوطه عشان خلي العالم يبص على السعوديه عشان اختيار السعوديه لتنظيم كاس العالم هم اعلنوا في اكثر من مناسبه رسميه احنا مش هندخل في ملف تنظيف كاس تنظيم كاس العالم معقوله كل ده ومش هيعملوا تنظيم كاس العالم اه لا هم هدفهم ان هم يعملوا ثوره في الرياضه عندهم تنظيم كاس العالم مش حاجه مهمه بالنسبه لهم هكذا انا بعمل يعني كاس عالم عندي اللعيبه دي آه. كلها ما تيجي عندي وتلعب دوري طول الموسم هو ده كاس العالم بالنسبه آه له يعني بالظبط كده انا هجيب لكم آه كاس العالم هو ده كاس اه صحيح. لكن فعلا ارقام مجازفه فيها جدا بنزيما لو لو مثلا موجود وجاي له اي عرض في اي دوله مش فرقه مش هيجي له بالرقم دوت رونالدو مثلا حتى كان اعظم من لعيبه اعظم لعيبه العالم الرقم نفسه اللي جه النصر السعودي لو كان موجود في اي نادي اوروبي مش مش هيدفع المبلغ ده <applause> فهو بي, بي بي يلعب في دماغ اي لعيب بقيمه الفلوس لان هو تلعب في الدوري السعودي ده بالنسبه لك مثلا لو لعيب عنده طموح عايز يبقى احسن لاعب في اوروبا مش هيلعب في الدوري السعودي صح؟ في لاعب عايز يبقى احسن لاعب في اوروبا يجي يلعب في الدوري السعودي صعب ايوه <applause> اللي عايز يلعب احسن لاعب في اوروبا وعايز يلعب احسن لاعب يبقى احسن لاعب في العالم هيلعب في انديه معينه من خمس دول الكبرى زكرة ألمانيا كانت اسبانيا كان انجلترا ايطاليا ما يمكن هم عايزين يدخلوا الدوري السعودي مع الدولات الكبرى لا صعب 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 آه يعني دي, صعب دي ممكن تبقى خطوه او مرحله اولى انا يعني. شاي برضه بيجيب معظم اللعيبه اللي اختارهم لعيبه وصلت سن معين اه خلاص بتحسبها قيمه ماليه مش موضوع آه اصلي انت 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 وانت لاعب بتحسبها عايز تعمل قيمه ماليه وعايز تشتغل ان انت توصل لا هو حد. هو هو في اول المشوار يمكن الدوافع اكتر بتبقى نجاحات والقاب هو ومطلات. ده بالظبط كده وانا ببطل بحسبها كده لكن في كده. لكن في لعيبه في, في مصر حسبتها في الاول فلوس طبعا ده وده الغلط آه وده لو وديتهم في حته ثانيه خالص آه استعجلوا خسرت يعني خسرت طبعا طبع كتير آه خسرت كتير طبعا استعجلت فلكن لكن كده كده وانت لعيب ومركز وماشي كويس كده كده الفلوس هتجيلك لكن انت حسبتها في وقت معين ان انت تفكر في الفلوس بس هتجيلك الفلوس وهتبدا تقل تبدا تقل 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 لغايه ما تبقى في حته مش مش اللي انت كنت تتمناه نروح لماتش الاسماعيلي ماشي نروح لماتش الاسماعيلي حته ثانيه لا انا نتكلم على ماتش فيوتشر برضو اه انا احب تحب نقف مع ماتش فيوتشر اه نتكلم انا, أنا بصيت الماتش ده وحاولت اوصفه بجمله الحقيقه انت هتبقى متحيز لفيوتشر ولا لا لا خالص <تصفيق> <تصفيق> لا 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 انا 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 فير <applause> هتلاقيني فير وانا بتكلم لما حاولت اوصف او اشوف طبعا النتيجه بالنسبه لي مؤسفه زي كل أهلوي ان كنت مستني الاهلي يفوز عشان يقرب من من حسم اللقب لكن في النهايه تعادل وارد وفيوتشر فريق مش طبعاً. مش من الفرق السهله يعني دايما تدي له تدي له حقه وتعمل له حسابه لكن ما فيش مباراه شفتها للاهلي الموسم ده فيها هذا الكم الكبير الحاجه اللي متفق يعني متفق عليها من الهجمات والفرص مش بس فرص، احنا ضيعنا فيه ماتشات كتير ضيعنا فيها فرص اكتر، لكن يعني مفيش مباراة في الأهلي ده ممكن أقارنها من حيث اه اختيار القرار الخاطئ. يعني لو رجعت قصدك كل اللي قصدك في النهاية اه يعني في أوقات كتير جدا تلاقي الكورة اللي المفروض تترفع بتتبصل ورا، أو الكرة المفروض تتشاط بتتعمل ثرو باس، أو الكرة المفروض تعمل ثرو باس بتتشاط في الجو. يعني كل اللعيبة بتاعة الأهلي اتفقت إنه القرار الخاطئ الخطأ في المكان الخطا في التوقيت الخطا فشفت الماتش امبارح ازاي وهل من وجهه نظرك النتيجه بتعكس مستوى الفرقتين في المباراه بص المباراه كانت حلوه جدا ومفيش فرقه في العالم تقدر تكسب على طول فيه أوقات بقاش في اوقات التوفيق مش في صالحك في اوقات بتعمل كل اللي عليك والكوره ما تجيش جول ده وارد جدا في الكرة وارد جدا اللعبة بتاعتك اللي هي بتجيب لك اهداف اليوم ده مش في يومها ده طبيعي جدا لكن المباراه نفسها انا كمدير فني الناس اللي بيقولوا ان هو مثلا مستر مثل الكور اشتغل غلط او اختار غلط لا هو عمل كل حاجه توصل اللعيبه للهدف أي. لكن ما كانش في توفيق يعني كهربا وصل مرتين تلات طار محمد طاهر لما نزل وصل برس تاو حاول حسين الشحات كميه هجمات من جميع الجناب يمين شمال من النص مروان عطيه كان بيشوط آه فالنادي الاهلي وصل كتير وحاول كتير لكن التوفيق ما كانش ما كانش يومك في التوفيق اه يعني آه قصه بدلك يعني اه ما بحبش بقى اسمع نغمه لما الماتش يخلص 0 0 عشان السوشيال ميديا اشتغلت والنادي الاهلي ومجلس الاداره لازم يجيب مهاجم يا جماعه مهاجم ايه طب ما الماتشات اللي فاتت كهربا مثلا من راجل من الهدافين اللي جايب له 10 تجوان مثلا الفتره اللي فاتت اذا كان في بطوله افريقيا واذا كان في الدوري محمد شريف من هدافين الدوري آه انت بتتكلم بلاش نتكلم نغمه ده ماتش خلص 0-0 صفر صفر عادي أي. جدا ايه المشكله؟ طبيعي انت بتلاعب فرقه ثالث الدوري فيوتشر في ثالث الدوري عنده مجموعه من اللاعبين على اعلى مستوى معاهم جهاز فاني كابتن علي ماهر كابتن محمد عبد الكريم على اعلى مستوى لعيبه قيمتهم التسويقيه عاليه جدا آآ منظومه آآ اول سنه السنه اللي فاتت وصول لبطوله افريقيا ووصلوا بدور مجموعات والسنه دي هم كانوا عايزين افتكر كده فيوتشر في كان في أول وقت من الاوقات كان اول الدوري لما كان النادي الاهلي كان بيلعب في بطوله افريقيا وهو مشغول في بطوله افريقيا أيوة. فانت لعبت فرقه كبيره لعبت فرقه كبيره وانت اللي متسيد المباراه وانت اللي انت اللي متحيز على الم... على, على الكوره وانت اللي بتوصل وهو بيلعب الهجمه المرتده آه... عمل جيم. انت برضه انت مش بتلعب لوحدك في الدوري م. انت بتلعب فرقه عندها فكر عندهم كابتن علي اشتغل قدر يقفل كويس، قدر يلعب على الهجمه المرتده. بس مش غريب انه مر... فريق زي فيوتشر يلعب جيم دفاعي قدام النادي الاهلي يعني ممكن استنى ده من فرق نص الجدول اللي تحت ان هم يلعبوا زون ويرجعوا ويعتمدوا لا. على لازم, دا... لازم اعرف على الهجمات المرتده لا لا مش عيب مش عيب آه. لازم اعرف انا ك... ك... كمدير فني ال... ال... النقط القوه اللي ما انا بلعبها واعرف العبها ازاي آه عادي جدا ان انا العب مدافع واعرف بس اعرف اخطف وحده وكان ممكن يخطف انت انت بسموه. كوتش كبير يا كابتن احمد واكيد بتتفرج على دوريات كبيره جدا في الماتشات في يعني في الدوري الانجليزي احنا بنشوف تقريبا طول الوقت كرة هجوميه هجمه هنا وهجمه هنا هجمتين هنا وهجمه هنا ايا كان مستوى او الفوارق اللي موجوده بين الفرق بنشوف فرق طالعه من الدوري الدرجه الاولى عندهم للبريمير ليج بتلعب وبتنافس على اللقب اكيد اكيد يعني بس. القصه مش بس مرتبطه دايما بالامكانيات القصه مرتبطه بالفكر وبالشخصيه و وبايمانك انت شخصيا انت تقدر طب تعمل ايه انا في في مثلا مستر كورش كروش أيوة. عنده فكرة مثلا في طريقه لعب دفاعيه على فكره لسه كان لسه لسه مع قطر كس كسب منتخب المكسيك أوه. اه امبارح قطر كسب المكسيك أيوة. بنفس الطريقه الدفاعيه واللعيبه احتفلت على فكره ب فعلا. بسطلانه لو رجعتها اه والله أو الموضوع حتى في منتخب قطر <applause> بيغنوها بس بيغنوها غلط <applause> فده من الموقف المتحكم المباراه فهو انا المهم انجح ازاي؟ انجح بطريقه دفاعيه، انجح بطريقه هجوميه، المهم انجح. فهو عارف قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي الفتره دي الحمد لله لعبته فايقين، لعبته مركزين، لعبته عايزين يوصلوا لللقب في اسرع وقت. فالحمد لله في نتائج ايجابيه من المباراه الاخرى. فهو الفتره دي بقى هو بالنسبه له الموضوع اختلف، لعبته بعد لما بعد عن المركز الثاني وبيراميدز، لعبته جالها هديت شويه الطموح قل عندهم لان هم كان نفسهم يلعبوا في بطوله, بطولة افريقيا أفريق. فخلاص المركز الثالث بالنسبه لهم او الرابع الاثنين فاللعيبه نفسها الحافز عندهم قل فهو مم. انا بشوف لعبتي الفتره دي عامله ازاي والخصم عامل ازاي ايه هو الدوافع عنده والدوافع عندي بحاول اعلي الدوافع عندي على اكتر وقت عشان النادي الاهلي الفتره دي دوافع ما شاء الله. من غير جماهير موجوده؟ والله انت عارف ان في وقت من الاوقات انا آه يعني بشوف فيوتشر بشوف بيرميدز طبعا لازم طالع اكيد طبعا في تجارب سيراميكا واي و... فرقه بتلعب آآ آآ ببنك الاهلي زاد بيقول عليها زاد جاي جاي اه جدا آآ آآ في اعتقد اعتقد الناس مناسب اي بتكلم على انديه استثماري بتفتكر تفتكر ان التجارب دي مكتوب ليها النجاح على المدى الطويل يعني فكره انك انت تلعب رياضه بدون جمهور. جمهور بدون اصل خد الضغط الجماهيري ده طبعا آه أنا... مهم آه جدا واحد بيسند ويقوم في اللحظات الصعبه جدا وقوه دفع رهيبه جدا آه يعني ما, ما حسيتهاش في... بصراحه الا لما جيت هنا وابتديت اتعامل مع جمهور نادي الاهلي قوه دفع آه... جباره يعني آه... آه... بيراميدز عنده لعيبه على اعلى مستوى ايه اللي بيخليه ان هو ما يقدرش يوصل مثلا في وقت معين انه ياخد بطوله؟ لان في وقت من الاوقات الجمهور في مباراه معينه مثلا الجمهور بيخليك تتحرك غصب عنك مم. انت حاطط دماغك انت مثلا كلاعب النادي الاهلي انك انت لو خسرت المباراه دي كلام عن الانديه الجماهيريه الاهلي الزمالك الاتحاد المصري الانديه اللي لما لعبت لعبتها بتاثر عارف انه هو مش عارف يمشي في الشارع مم. عارف ان هو السوشيال ميديا تتكلم عليه وتبدا تقطع فيه هو ده الجمهور فلعيبه بيراميدز لعيبه اي نادي بقى أستمر. انا بخلص المباراه مكسب هاخد مكافاه خساره مش هاخد مكافاه لكن ولا حد هيضغط عليا ولا محطوط تحت ضغوطات اخد بطوله انت اللي بتزود الطموح حوالين نفسك لكن لعيب النادي الاهلي لعيب نادي الزمالك الاتحاد الاسماعيلي المصري الانديه الكبيره دي عارف ان في ضغط عليه ضغط قوي جدا ان هو لازم يكسب لازم يكسب وده ده الطبيعي ده الطبيعي للاعب اللي هو يتحط في الضغط عشان كده الجمهور لما نقول الجمهور واللاعب لازم يلعب تحت ضغط الجمهور لان ده برضه لاعبين المنتخب المصري ما انت في وقت من الاوقات منتخب مصر طلعت على ضغط الجمهور. ايوه. جدا دي، مهمة جدا. تعالى ناخد نقف عند الجزئية دي، نروح النادي الأهلي نشوف ونتابع تمرينة الأهلي النهاردة. بدأت من دقايق وزميلنا محمد توفيق موجود جوه النادي الأهلي تابع يمكن يطمنا على أخبار النادي الأهلي والاستعدادات واللي مواجهة الإسماعيلي واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية حتى وإن كان الإسماعيلي يمكن بيعاني، بيعاني معاناة شديدة جدا الحقيقة. وانا عكس ناس كتير انا ما اتمناش ابدا ان الاسماعيلي ينزل يعني اتمنى ان الاسماعيلي يستمر في في الدوري وبدل ما الجماهير تبقى بتحتفل بس ببقائه في البطوله يرجع مره تانية وينافس الكبار على على البطوله يدي طبع. طعم ولون مختلف اكيد طبعا أكيد. نروح لمحمد توفيق في نادي الاهلي يا محمد مساء الخير مساء الخير زميلنا العزيز احمد سمير تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وضيفك الكريم بالطبع كابتن احمد عبد الفتاح اهلا بيك يا محمد بعد مباراه فيوتشر عرفنا ان مستر مارسيل كولر استعدادا لمباراه الاسماعيلي ان شاء الله اللي هتكون يوم الاربعاء قرر ان هو يتابع التدريبات وعارف انك انت يمكن حضرت الجزء الاول منها تطمنا على تدريبات النادي الاهلي واستعداده لمواجهه الاسماعيلي بالطبع يا احمد زي ما انت عارف وكل الناس عارفه اكيد بمتابعه جدول الدوري العام ما وقت للراحه خلاص انت بتتكلم في شهر سبعة جدول مضغوط جدا النادي الاهلي تتكلم تقريبا في تسع مباريات خلال اقل من شهر يعني حمل كبير جدا فطبعا ما فيش وقت ان الجهاز يريح امبارح على طول عقب المباراه على طول اتكلم الجهاز الفني مع اللاعبين ان مباراه امس انتهت طبعا حزن كبير جدا ما بين صفوف الجهاز الفني واللاعبين على التعادل الفريق يمكن تسع مباريات متتاليه في الدوري العام فوز متتالي اخر تعادل كان في شهر اثنين اللي فات امام الداخليه كان طموح كبير طبعا انك تكمل كمان سلسله انتصاراتك مش بس تفوز بالدوري العام وتقرب خطوه كمان ولكن تحافظ على سجلك من الانتصارات المتتاليه اعتقد ده حاجه بتسعد كل جماهير النادي في كل مكان ولكن قدر الله ما شاء فعل يمكن يعني التوفيق غاب عن الفريق بشكل كبير امبارح ان شاء الله التوفيق يرجع له ثاني خلال المباراة القادمه واولها زي ما انت قلت مباراه مهمه امام النادي الاسماعيلي برغم كل الظروف ولكن مباراه من اهم مباريات الكره المصريه بالطبع يمكن بدا النهارده الساعه 5:30 كانت المحاضره الفنيه محاضره بالفيديو في غرفه المحاضرات طبعا خلاص الفريق زي ما قلت لك قفل صفحه فيوتشر بقى الكلام خلاص دلوقتي انك بتتفرج على نقاط القوه والضعف الفريق النادي الاسماعيلي وبتدرسه بشكل كويس بتبدا تحفظ اللاعبين ادوارهم بتبدا تطبق ده بقى خلاص في ان كان ده في غرفه المحاضرات فبتبدا تطبق دوت فعليا على ارض الملعب التدريب ابتدى فيه تمام الساعه السادسه يمكن كان فيه محاضره نظريه كمان في ارض الملعب اتكلم فيها الجهاز الفني عن اهميه مباراه الاسماعيلي وعدم الاستهانه باي منافس يعني كان الجدول احنا بنلعب فريق كبير هدفنا هو حظ ثلاث نقاط ايا كان المنافس وهدفنا الاكبر طبعا هو الوصول لدرع البطوله وعادتها مره اخرى لمكانها الطبيعي في الجزيره وفرحه كل جماهير النادي الاهلي بالدرع ال 43 باذن الله رب العالمين بعد كده يمكن ابتدى احمد التدريب على طول يمكن المجموعه اللي موجوده في التدريبات في الملعب هي فقط المجموعه اللي ما شاركتش بشكل كامل في مباراه الامس يعني اللعيبه اللي نزل بدلاء او ما شاركوش خالص في مباراه الامس هم اللي في الملعب بقيه المجموعه اللي لعبت بشكل اساسي امبارح كلها فضل الجهاز الفني والطبي ان هم يكونوا في الجيم بيخوضوا تدريبات استشفائية طبعا شايف بتتكلم في كل 72 ساعة مباراة عندك سفر كمان بكرة ومن بعده مباراة وبعدها على طول اقل من 48 ساعة مباراة تانية مع الاتحاد السكندري يمكن الجهاز الفني فضل راحتهم النهاردة و بس تدريبات استشفائية حالا وانا معاك دلوقتي يمكن بيجرى بعض التدريبات البدنيه الفنيه في الملعب بالكوره ومن بعدها ان شاء الله تبقى التقسيمه ويختتم المران باذن الله يمكن بكره ان شاء الله اللاعبين هيتجمعوا ايضا الساعه الرابعة عصرا ومن بعدها التدريب يمكن هيكون بدري شويه الساعه 5 ومن بعدها ان شاء الله اعلان قائمه المباراه والسفر لمحافظه الاسكندريه لدخول مغلق في معسكر مغلق بمدينه برج العرب المعسكر يا احمد في الغالب مش بس مباراه الاسماعيلي ولكن كمان هيبقى مباراه الاتحاد بتتكلم ان الاسماعيلي يوم الاربعاء الساعه 8:30 الاتحاد يوم السبت بعدها ب 48 ساعه الساعه 7 مساء فاعتقد ان الجهاز الفني الرؤيه يعني يعني الاتجاه العام وده اللي هيعلن بعد المران باذن الله انه هيبقى الاقامه في برج العرب باذن الله لما بعد مباراه الاتحاد ست نقاط مهمين يا احمد باذن الله نرجع من الاسكندريه حاصدين الست نقاط كامله وباذن الله يبقى لنا نقطه واحده على لقب الدوري العام باذن الله حابب كمان أطمن على اللاعبين المصابين يمكن محمود متولي بيواصل برنامجه التاهيلي والعلاجي عمرو السليه النهارده يمكن شفناه بيجري حوالين الملعب ومكمل في برنامجه العلاجي كمان اكرم توفيق وكريم فؤاد موجودين مع الجهاز الطبي بيجروا بعض التدريبات الاستشفائيه في الملعب وبيواصلوا برنامجهم الاستشفائي والعلاجي وباذن الله يكونوا قريبا جدا في صفوف فريق النادي الاهلي كل اجواء هنا اكثر من رائعه باذن الله البطولة قريبة جدا وباذن الله ثلاث خطوات على البطولة يا احمد وباذن الله نحتفل كلنا باللقب 43 ويبقى دائما النادي الاهلي في المقدمة باذن الله رب العالمين. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل النادي الاهلي دي كانت لقطات من تمرين الفريق النهارده في ملعب مختار التتش استعدادا لموقعة الاسماعيلي ومن بعدها الاتحاد الاثنين يمكن فرق زمني بينهم يمكن 72 ساعة والاثنين هيكونوا معسكر واحد ويعني ان شاء الله باذن الله ست نقاط زي ما قال محمد يقربونا من من <applause> البطوله. شايف المنافسه يعني انا بشوفها من وجهه نظري انه المنافسه كانت ضعيفه جدا السنه دي في البطوله وانه الاهلي حتى رغم غيابه لفتره طويله نتيجه مشاركاته في, في كاس العالم ونتيجه مشواره في دوري الابطال النهائي الحمد لله بالتتويج ورغم بعده لفتره طويله لكنه كان متصدر المشهد. ليه شايف المنافسه او اقرب منافسيه ما كانش عندهم نفس طويل او قدره على ان هم ينافسوا الاهلي لاخر المشوار؟ بص أولًا اللي انطلقت بيات الدوري، بداية الدوري أنت ابتديت كويس، هو ده اللي فرق معاك، نتائج والإيجابية اللي أنت عملتها في الأول وجمعت مجموعة من النقط ساعدتك أنك تفضل في المركز الأول أو قريب حتى لو الفرق المنافسة لعبت مباريات أكتر منك، غياب نادي الزمالك عن المشهد السنة دي خالص بكتر المشاكل، غيرته بعيد خالص عن المنافسة. ظهر معاك شوية في فيوتشر في الأول ومنافسة وبعدين بيراميدز لكن زي ما قلنا الجمهور ما وصلهمش ان هم يقدروا يوصلوا نفسه النادي الاهلي النادي الاهلي من بدايه الموسم عنده طموح غياب موسمين دوري عن النادي الاهلي ده بتحصل كل مثلا 10 سنين لعبة السنه دي كان كل التفكير وكل التركيز لفوز ببطوله الدوري مجلس الاداره اولا اللعيبه اللعيبه الجهاز الفني الاداري كلهم السنه دي التفكير كله ازاي ياخد الدوري حتى لو كنا الحمد لله طبعا قدرنا كسبنا بطوله افريقيا حتى لو كنت خسرت بطوله افريقيا بس المهم عندك الدور العام. آه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي آه بيبقى متعطش جدا للدوري العام لان الدور العام في المنافسه بينك وبين المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك. فلما نادي الزمالك بياخد البطوله انت بالنسبه لك بتبقى في حزن وفي كبوه غير طبيعي فالسنه دي كل تفكير اللعيبه بعد غياب موسمين الدوري كان كل تفكير وكل التركيز الدوري ولعيبه اللعيبه السنه دي كانوا مركزين في كل المباراه تركيز عالي جدا وده اللي وصلك الحمد لله دلوقتي ان انت في المركز الاول في ظل عدد مباريات اقل والمنافسه ان شاء الله ثلاث اربع ماتشات وان شاء الله نبارك للنادي الاهلي انا شايف ان المنافسه او شايف ان اللقب من وجهه نظري في ظل التركيز العالي اللي لعبة النادي الاهلي من اول الموسم لقب محسوم إن شاء, الله ان شاء الله مجرد وقت عايز اتكلم على سياسه التدوير اللي بيعملها مستر الكولر ودي حاجه قبل ما تبص لسياسه التدوير بس فضل. شايف انه شكل المنافسه ده بيقول انه في حاجه بتتغير في خريطه الكرة في مصر والله لا لا هو طبعا هو الأندية. ولا الموسم ده استثنائي لا لا يعني طبعا لا بصر. يعني فكره انه فرق البنية. زي فيوتشر وفرق زي بيراميدز ولسه من من ثلاث اربع مواسم ما كانوش موجودين على الخريطة آه. آه. وفرق زي آه الإسماعيلي الاتحاد المصري يبعدوا عن المنافسة وهم طول عمرهم يعني فرق بتجيب بطولات ما هو لازم في ظل أن أنت عندك جمهور لازم يكون عندك موارد عندك فلوس اللي بص كل ما بيكون أنت بتصرف على فرقة مبلغ معين المبلغ ده هو اللي بيحطك في مكان معين في الدوري الفلوس اللي بتحطك في وقت من الأوقات برضه مش عايز برضه أقول إن الجمهور لأ في وقت من الأوقات القيمة اللي أنت بتصرفها مع فرق معينة في وقت هو اللي بيحطك في مكان معين في الدوري. م. كل ما تحط قيمة تسويقية تجيب لعيبة على أعلى مستوى اللعيبة دي هي اللي بتحطك في مكان كويس. آه، نادي الزمالك طبعًا نادي الإسماعيلي المصري الاتحاد دي بيتكلم على الأندية دي الأندية الجماهيرية. في ظل بقى بعد كده في الأندية بقى بتخش زي السيراميكا مثلا البنك الاهلي زد آه، السموحة يعني بتكلم على الانديه بقى اللي هي بتصرف يعني آه ولسه هتصرف زياده السنين الجايه يعني مثلا آه النادي اللي داخل جيت زد هتشوف زد السنه الجايه بقى فين رجل اعمال عايز برضو زي بيراميدز زي فيوتشر عايزين يوصلوا في حتى انه آه تعتقد سميح سويرس هو ملك زاد؟ لا صح؟ لا سميح الجونه سميح الجونه نجيب سويرس نجيب سويرس اه اه هو مين من اللي, اللي ل... مين اللي في مين اللي في استون فيلا لان انا عارف انه انه هو برضه ليه ملكيه في استون فيلا ميتاليا وما اعرفش الاثنين آه. برضه الاثنين آه. لكن احنا برضه بنتكلم ان الجونه صعد السنه دي ايوه بس الجونه برضه بيشتغل في قيمه السوقية قليله برضه يعني بينزل ويطلع ينزل ويطلع كان لسه كنت بتكلم نصيف سويرس نصيف سويرس بالظبط كده. كده اه نصيف في لعيبه على فكره من الصغيرين عندهم في لعيب مثلا اسمه عمر خضر من آه. مميز جدا مواليد 2006 في زد في زد ده هيطلع استون فيلا مم. مميز جدا جدا لعيب جيد جدا مم. هيطلع استون فيلا لان عاملين توامه بين النادي زد واستون فيلا هتلاقي لعيبه كتير جدا ممكن تسافر وكده وحتى عاملين تجربه غريبه جدا زد السنه دي كل المديرين الفنيين الناشئين كلهم اجانب الناشئين كمان كلهم اجانب اه والمساعدين كلهم مصريين يعني مثلا كان كابتن سمير كمونه ماسك 2001 مم. السنه اللي فاتت لكن اول ما طلعوا الدوري الممتاز سمعت ان كل الاجهزه اللي في القطاع الناشئين كله جايب مدربين اجانب مم. هو مدارس واضح مدارس القصه الصغار اه مدارس قصة بزنس يعني اه هو عنده ان هو ازاي يسوق اللعيب هيبدا بقى يشتغل ان اللعيب الصغير ده يقدر يطلعه بره دي حاجه حاجه والله حاجة دي الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها بقالنا من زمان لنا كتير وسنين طويله أكيد. جدا ازاي تطلع الشباب الصغير والمواهب وال... الكويسه بدري من اوروبا آه. يعني هو ده اللي بيحصل هو ده اللي مقوف آه. مثلا زي زيك زي آه السنغال آه 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 الكاميرون غانا اللعيب وعنده آه. 16 سنه بيطلع بره دلوقتي احنا عندنا الانديه كلها اي حد بيجي له يفضل ماسك فيه سيبوا اللعيبه الصغيره تطلع واعملوا عقود مثلا اللعيبه دي لما تتباع تقدر تجيب لكم فلوس كويسه بلاش ناخد فلوس كويسه في الاول سيب اطلب مبلغ قليل او سيب اللعيب يطلع وبعد كده ممكن اعاده البيع بالظبط كده أي. هو ده هو ده المفروض نشتغل على كده عشان نقدر نشتغل او نقدر نجيب بس انا بخاف الحقيقه من نجاح التجارب دي في شيء مم. انه يعني مش بحمل ده لمجلس اداره ومش بحمل ده لشخص لكن هي في النهايه تجارب فاشله ادت لخروج انديه جماهيريه وشعبيه من من المنافسه من الدور من, من الصوره خالص مش آه منافسه بس اشتكى من قصه منافسه انا انا مش عايز الانديه الشعبيه بس عشان تنافس لكن انا عايزها لانه طول ما في جماهير في عندي مسابقه قويه أكيد طول ما انا شايف الاهلي والمنصوره الاهلي والترسانة الاهلي والبلديه سمير. مبروك أو. بلديه المحله صحيح وصل. اه نادي جماهيري يعتبر نادي جماهيري آه. يعني طبعا اتمنى المحله برضه يقعد في الدوري عنده جمهور اتمنى اسوان يقعد في الدوري عنده جمهور منافسة قويه جدا على فكره السنه دي ما كانش فيه انا بخاف بقى من نجاح التجارب دي يا كابتن بس الصغير يطلعوا وتلاقي دوري ضعيف يعني دول ما دول بيطلعوا بيدوسوا على اللي احنا احنا بنعمل ده كله ايه اللي بيحصل ده كله ليه دوري وكاس عشان منتخب عشان تعمل منتخب قوي كل البطولات اللي احنا بنلعبها دي عشان يبقى عندك منتخب مصر منتخب قوي يقدر يلعب في اي بطوله يقدر يوصلك لمكان معين أم. فده ده, ده, ده اللي احنا ده اللي احنا بنفكر ده اللي الحل بقى السهل ان هم يدخلوا الاحتراف عند الجماهير فالنادي وهو طالع الدوري يشتري جماهير <applause> <applause> بتحصل على فكره انت مستغرب لا بتحصل بتحصل والله انديه يعني جماهير معينه بتجيب جماهير معينه في بعض الماتشات فعلا عادي جدا اه الجماهير الجماهير بقت محترفه اه اه والله بتحصل بيحصل ده 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 موضوع آه آه قديم يعني مش مش أي. مش جديد طيب نروح علي لا دي جديده عليا بصراحه كنت شوفها في افلام 4 2 4 مثلا بتحصل بتحصل غير كده ما شوفهاش طب خلينا نروح لماتش الاهلي والاسماعيلي شاف الماتش ازاي و... وشايف الاسماعيلي ايه يعني هو الاسماعيلي قدام الاهلي طبعا بيبقى برازيل مصر أكيد. انت عارف طبعا اكيد اي اي حد قدام آه. الاهلي واي حد قدام النادي الاهلي انت معاك في ده شايف الماتش ازاي وشايف وضع الاسماعيلي يه... خليني اجيبه لك في جدول الترتيب دلوقتي آه حوالي م... الاسماعيلي عنده 2 و 13 بالضبط اه بالظبط كده ده ت... ده اللي بوصل الاسماعيلي كده 31 نقطه في المركز ال 13 فوقيه على طول و... سيراميكا لا مش 31 33 برضه يمكن ما فيش ابديت بقى لل انا إنه... لا 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 33 بونت 33 بونت اه الاسماعيلي نقول نحق لحق نفسه الاسماعيلي قبل كابتن حمزه الجمل وتغيرات فنيه كتير انت ممكن تكون ناسي مثلا ان جريده كان اول مدير فني الاسماعيلي السنه دي ايوه جريده من المدير الفنيين الكبار جدا جه مسك الاسماعيلي وكان جريده 34 34 مش اه بالظبط كده بالظبط مركز 13 13 محتاج اسماعيلي محتاج 2 بونت عشان فاضله يطمع... اه. ماتشات عايز 2 بونت ايه. ايه. اه انا شايف النقطه النقطه 36 أو 37 هي اللي تخلي أي حد يبقى مطلوب من هو نسخة مكررة من الموسم اللي فات؟ هو بقى له موسمات طويلة. يعني هاتوا كابتن حمزة الجمل يلحقنا في آخر الموسم كابتن, كابتن حمزة الجمل ينجح في المهمة شكرا كابتن حمزة نجيب مدير فني وتغير جديد. وتغييرات كتيرة جدا في الجهاز الفني عشان يقدر يوصلوا في الآخر أن هو يقعد في الدوري. أي. أتمنى أن التجربة دي بقى تتغير الموسم الجديد. عندهم كل اللي تحت قريب منه يعني ده ضرب نار انت بتتكلم في 8 فرق المنافسه تحت ضرب نار 8 فرق اه السنه دي ما فيش منافسه في الدوري اللي بره حسابات الحرس خلاص لكن حلص. لكن في منافسه تحت تحت 8 فرق من اول سموحه <applause> اللي عنده 36 بونت لغايه حرس الحدود خلاص حرس خلص لغايه الجيش والداخليه منافسه قويه جدا جدا كله عنده عنده مباراتين ايوه اللي عنده 29 بونت اللي هو الداخليه سموحه 36 مركز 10 ما انا جبت لك 29 بنك اهلي 11 35 سيراميكا 12 34 اسماعيل 34،, 34 13 انا بقول لك اللي هي اكتر فرقه من الجيش سموحه ده ماتش واحد يقلب سموحه 36 جدول الترتيب ماتش واحد يعني مكسب فرقه وخساره فرقه بس هم دلوقتي ناقص ماتشين سموحه عنده 36 الدخلية الداخليه عنده 26 29 الداخليه كسب ماتشين كسب ماتشين وسموحه خسر الماتشين ممكن الداخليه يقع ويقعد وسموحه ينزل مم. وارد جدا في ظل فرقه ثانيه ممكن تكسب أوه. فعلى الاقل نقطه 37 هي تطمن اي فرقه انها تقعد في الدوري نفسها قويه جدا وفرقه كبيره جدا بقى كتير جدا في الدوري اذا كان الجيش اذا كان البنك الاهلي اذا كان سيراميكا بس أنا... ده معناه أنه الاسماعيلي داخل بحسابات النقاط برضه. سيبك من الديربي اكيد بحسابات النقاط كابتن حمزه بس جمال. هو عنده ميزه ان هو عنده ثلاث ماتشات الفرقه الثانيه عندهم ماتشين ايوه الاسماعيلي عنده ميزه ان هو عنده ثلاث ماتشات دي مباراه طبعا مباراة, مباراه مؤجله مباراه النادي الاهلي طيب يعني الباقيين الثاني واحنا بنتكلم على الكرة في السعوديه والصفقات اه مين اللي اتفق مين خلص مين مع بس المره دي مش لاعب مدير فني اتفاق خلص مع نجم الكره الانجليزيه ونجم ليفربول السابق طبعا ستيفن جيرارد هيتولى مسؤوليه المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي شوف بقى يعني مش مش مش, مش لعيبه بس ده كاس عالم يعني جي آه. جيرارد يعني انا برضه يعني انت جيرارد آه، لسه بقالك سنتين تلاته بتدرب وده كان بيدرب آه، اعتقد له تجربه في اسكتلندا كمان كانت ناجحه جدا مع آه، رينجرز تقريبا بالظبط آه. اه يعني انت انت كصغير دلوقتي عايز برضو تعمل اسم في اوروبا مم. انت حسبتها حسبها برضو فلوس مم. وده من وجهه نظري اختيار طبعا مع قيمة طبعا للدوري السعودي لا اختيار انت انت لسه صغير انت محتاج تشتغل في اوروبا تعمل اسمك في اوروبا عشان تقدر تشتغل تقدر في يوم من الايام تشتغل آه تمسك آه مثلا آه ليفربول مم. بس هو ممكن خدها زي زي مدرب برشلونه كان بيمرن في في قطر آه, اه تشابي تشابي ايوه آه آه ايوه تشابي آه بيمرن آه كان كان في قطر وراح للبرشلونه جابه فهو آه. آه. خلاص يعني انا آه. اتوقع ان جيرارد في وقت من الاوقات هيمسك آه ليفربول مم. هو اسطوره طبعا اساطير ليفربول طبعاً طبعاً, طبعا طبعا اكيد فمكانه يعني هيجي أيه. في وقت من الاوقات مكانه مم. هيرجع فيه نرجع للاسماعيلي مره تانية. كنت بقول لك انه موقف الاسماعيلي وفي جدول التغيير حتى وكان عنده افضليه في لسه خطوره وده بالتاكيد هيبقى ازاي ممكن يفكر حمزه الجمل في ماتش الاهلي مباراه صعبه جدا تركيز سبب من الاسماعيلي اي فرقه بتلعب النادي الاهلي تركيزها لو كان اللعيب تركيزه 70% الفتره دي بيبقى تركيزه 100% عارف ان المباراه ليها نسبة مشاهدة كبيرة جدا من الجماهير المصرية، عايزين في لعيبة عايزة تسوق نفسها، في لعيبة كان دايما الاسماعيلي معودنا انه يكون في نجوم كبار اكيد يعني اجيال يعني اجيال اه اجيال اه ونفس قوية مع النادي الاهلي في طول الدوري يعني دايب. في وقت من الاوقات صحيح انا يعني لما كنت انا موجود مثلا سنة 93 مباراة النهائية مع النادي الاسماعيلي 4-3 أيوه. اللي كانت محمد رمضان جاب فيهم ثلاث ست اجوان اه المباراه كانت مباراه مباراه فيصل أيوه. ففي كذا مباراه مباراه فاصله على بطوله بالزبط. على لقب البطوله كسبنا 4 3 في مباراه فاصله ثانيه كانت ماشيه معاه في الماتش عايز اقول لك ان هو إيه؟ كان محمد رمضان كان بيلعب وعنده غضروف انا عارف, أوه، أوه، عارف. ف... عارف. اه اه عارف سبحان الله ربنا ف... بيحبه يعني طبعا بالظبط كده واحده من الماتشات اللي ما تتنسيش لكابتن رمضان المشكله انه خد قرار بعديها بالاعتزال اه اه فكابتن محمد رمضان طبعا من لكن حتى لما ما كانش بينافس الاسماعيلي كان دايما فيه لعيبه من افضل لعيبه طبعا طبعاً. طبعا نتكلم على بقى على مدار اجيال كبيره جدا ما بقاش موجود ده ف... كابتن احمد دلوقتي؟ ما فيش دلوقتي فرقه الاسماعيلي دي مثلا واحد اسماعلاوي غير اللعيب الدولي ناسي اسمه طبعا معلش باهر باهر محمدي باهر محمد. هو الوحيد اللي من الاسماعيليه لا لعيبه الاسماعلاويه قال له مم. في وقت من الأوقات عيلة أبو جريشة, جريشة طبعاً محمد صلاح محسن أبو جريشة محسن كتبه. فتلاقي النادي الاسماعيلي طول عمره ولاد، الاعتماد على قطاع الناشئين بيطلع لعيبة كويسة، بيقدر يجيب لعيبة حتى في الأندية الصغيرة في وقت من الأوقات جاب برقات مثلاً من السكة الحديد، مم. سيد معوض جابه من الألمنيوم، لعيبة حسني عبد ربه ابن النادي بيعرف يعمل فرقة مم. لكن في ظل المشاكل بقالهم 10 15 سنة في مشاكل كبيرة جداً جداً نرجع برضو نتكلم فيها مفيش موارد م. اي فرقه لازم يبقى في موارد اي نادي عايز توصله للمنافسه لازم يبقى في موارد عايز اعرف اجيب لعيبه واشتري لعيبه وابيع لعيبه لازم اعمل كده هو ما قدرش في ظل السياسات المختلفه ليه الانديه دي مش جاذبه للانديه دي مش جاذبه للمستثمرين زي الانديه التانية يعني مع كامل احترامي هو مثلا ده مختلف انا لا مش أنا مختلف أنا أنا ولا حاجه يعني انا لما اجي استثمر النهارده احط فلوس الطبيعي كمستثمر انا بحط الفلوس دي عشان اكسب فلوس أوه. صح؟ بالظبط كده بزنس يعني احطها في نادي ملوش اي رصيد جماهيري ولا, ولا, ولا بطولات بزبط. ولا تاريخ ولا نجوم ولا احطها في نادي جماهيري اضمن أعمل نفس تجربه المصري مثلا مع كامل ابو علي خد بالك جربت جربت. انا انا بتكلم هنا في فرق بين قصه الوان مان شو انه قصه نجاح النادي تبقى مرتبطه برئيس أو عايز بشخص يعمل شخص يجي يعمل حاجه رحيله يعني انتهاء التجربه بالظبط وفي أو فرق بانه في منظومه يعني جايه تطبق على النادي ده تستغل عوامل النجاح اللي موجوده فيه عشان تعمل تجربه ناجحه مستمر والله انا موجه نظري السيتي ال تجربه ناجحه طبعا مستمر صح ولا طبعاً ايه بيعملوها بيعملوها بيزنس لكن احنا في مصر معظم رؤساء الانديه اللي بتروح عشان تصرف على نادي محتاجة الشغل، محتاجة حاجة تفيد شغلها بره مش تفيد النادي م. من وجهة نظري م. ده من وجهة نظري لكن أنا ك... كراجل بيزنس مان مسكت رئاسة نادي لازم أحط استراتيجية إزاي أزود موارد النادي ده أنا راجل مثلا اقتصادي راجل بشتغل في بيزنس يعني بعرف بعرف أشتغل وبعرف أجيب فلوس إزاي بقى أشغل فكري ده مع النادي ده ان احنا نوصل النادي ده في حته معينه. طبعا احنا مش ب... مش بنتكلم على حد معين حد معين لا طبعا مش بنتكلم على مجالس لا. حاليه لأن لا لان المعاناه دي مستمره على مدار ده. سنوات طويله يعني سنين طويله المسؤوليه يعني دم الانديه دي متفرق اكيد على انا, أكيد. أنا اسف يعني جدا على ناس كتير, جد. مجالس آه. كتير آه. جدا مجالس كتيره جدا اتمنى ان شاء الله طبعا زي ما بنقول الانديه الكبيره جدا الاسماعيلي عايزين الدوري الاسماعيلي المنصوره في في المصر. تقدر تقول من متابعتك الاسماعيلي في قوام رئيسي او عناصر رئيسيه اعتمد عليهم حمزه جمال في مواجهه الاهلي ومين ابرز اللعيبه يعني انا ما اشوفش هو هو زي ما باهر محمدي طبعا أوه. في خط الظهر الشامي عامل مباراه على اعلى مستوى راجل بيعرف يجيب جون حتى كمان هو مضى اصلا في مصر السنه الجايه اه في كلام ان نادي الزمالك بيفاوضه عايز يرجعون هو في وقت من الاوقات مع كابتن حسام حسن في الزمالك لعب مميز لعيب سريع آه شامي وعندهم مدبولي بيتهيأ مدبولي برضه من اللعيبه اللي في نص الملعب آه كويس آه آه الاسماعيلي السنه دي معظمهم من خارج الانديه لسه لسه جايين السنه دي ف آه مباراة طبع صعبه مش عايز لعيبه النادي تبقى مستعجله المباراه لما بتيجي بعد تعادل اللعبة تبقى مستعجله شويه عايز توصل للمكسب بسرعه آه اتمنى الهدوء ومحدش يستعجل لعيبه ولعيبه النادي الاهلي خبرات تقدر تحسم اي مباراه في اي وقت عايزين نصبر شويه على اللعيبه عايزين نصبر شويه على المهاجمين عايزين ندي ثقه لمهاجمنا شويه عايزين ندي ثقه كهربا والحمد لله وصل في حته معينه وعنده دعم كبير جدا من جمهور النادي الاهلي عايزين ندي الدعم ده لمحمد شريف انا من وجهه نظري محمد شريف من المهاجمين المظلومين قوي م. بيعمل نجاحات كتيره جدا بيعرف يجيب جوان كتير جدا ويجي مثلا مباراه مش موفق فيها او اتنين بنبدا نقول نتكلم على محمد شريف القصه صدقني مش محمد شريف يا كابتن احمد القصه اسمها مهاجم النادي الاهلي اسمه اكس اسمه واي اسمه زد انا ممكن اذكر لك على مدار التاريخ ايوه طبعا مهاجمين اي جد. مهاجم جه في النادي الاهلي بيمر بمرحله عادي عدم جد. التوفيق هو يمكن اكتر لاعب بي... بيتوجه له من الجمهور او بي... بيحمله الجمهور المسؤوليه فهي محن. مش قصه شريف بلد. احنا ما حدش ينكر انه ارقام شريف مع طبعاً. الاهلي طبعا ارقام هو ده اللي بتكلم عليها من من افضل أر... المهاجمين اللي جم في النادي الاهلي بالظبط كده ما حدش يقدر ينكر ان في مميزات في محمد شريف ممكن مش موجوده في اي رأس حربة ثاني موجود كت. في الدوري المصري بالظبط ممكن تبقى القصه لود محتاجين دعم. نفسي محتاجين محتاج دعم بالظبط محتاج دعم وده دور الجمهور سق. بقى اللي ممكن هو. لعيبة كتير قوي يعني انا قلت كنت مثلا بعد فوز بطوله افريقيا لو تفتكر الشوط بتاع محمد هاني وعلي معلول اللي كانوا في يعني بعد الماتش ما انتهى تلعب الوداد في ارضه في المغرب آه آه العصبي ضغط عصبي شديد فكونك تبقى كسبان وتبقى بتنفجر من العياط قلت انه اللعيبه دي هتحط تحت ضغط على طول اتحطت تحت ضغط وتعرضت لقسوه من في وقت من كان ممكن بعقليه تانية او في نادي تاني اللعيب يبطل من كتر هجوم الجماهير عليه الشحات اتعرض لده معلول اتعرض لده قبل النهائي محمد هاني اتعرض لده كل اللعيبه اتحط تحت ضغط اتعرض لده أكيد. يعني في اوقات كتير جدا بتحط تحت ضغط عنيف جدا بالذات وانت بتلعب في نادي الاهلي غير اي نادي ثاني ده وارد جدا انك انت تحط محطوط تحت ضغط أم. اولا ضغط البطوله وبعدين ضغط الجماهير زائد الضغط النفسي اللي عندنا ان انا عايز اوصل في حته معينه دورنا احنا بقى كجمهور بس دي ما في معظم الجمهور اللي, اللي بيفكر كتير ويعني الجمهور مستعجل، الجمهور أي. ما عندوش لغه الهزيمه، مم. لكن لعيب الكوره عارف ان هو وارد جدا ان هو يكسب ويخسر ده ده طبيعته، لكن الجمهور نفسه ما عندوش حاجه اسمها هزيمه، عايز يكسب كل مباراه، اتمنى ان احنا على قد ما نقدر اللعيب اللي نحس اللي هو مش موفق نقدر نقف في ظهره شويه مباراه واثنين وثلاثه وندي له فرصه، نتمنى دي نتمنى، افضل لاعب بمتابعتك للدوري الاول الدوري كله؟ الدوري كله اه بره الاهلي كمان انا عايزك تستثني الاهلي من الاختيارات دي افضل لاعب محترف اجنبي بيلعب في الدوري المصري من وجهه نظرك بره لعيبه النادي الاهلي هو طبعا بره النادي الاهلي ولو لو النادي الاهلي طبعا معلول من وجهه نظري وديانج آه. معلول ولا ديانج طيب؟ لو خ... ديانج لا معلول طبعا معلول, معلول, آه. طب. معلول. دي... دي... ديانج آه... انت عندك آه... لا ما بيلعبش في مكانه وكذا حد بي بي لكن لا لا سيبك معلولة. من 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 احتياجك ليه انت يعني مش عايزك تختار معلول عشان ما فيش لا بس لا 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 معلول أوه. طبعا ارقامه وادائه في كل مباراه ونسبه مثلا كل مباراه له نسبه كام في كام من 10 مثلا في مباراه لا طبعا معلول طبعا اتمنى معلول. طيب خلينا نطلع بره الاهلي أوه. اسمع رايك افضل محترف اجنبي في مصر بره نادي الاهلي آه لاعب آه بيراميدز آه الديفندر اسمه آه لاتيتوري نادي الكوتري عجيب عجبني جدا جدا أوه. جدا آه نص ملعب مميز جدا هادي لعيب كوره آه بيتمركز كويس قوي خبراته كويسه جدا فارق في اداء طبعا آه بيراميدز لعيب مميزة جدا يعني آه. آه افضل حارس مرمى برده بره كل الاسماء اللي جايه كل الأسئلة يعني الاسماء اللي جايه خارج نادي الاهلي بص انا مش هقول ارقام بس اقول من وجهه نظري حارس بس هو مش مش واخد باله من نفسه او مش مركز على قد امكانياته ده من احسن حراس مرمى في مصر بس مش مركز ان هو يقدر احمد احمد الشناوي حارس مرمى احمد الشناوي حارس, حارس مرمى, مرمى على اعلى مستوى لكن في اوقات كتيرة جدا تركيزه بيبقى ساعات قليل بيخليه في وقت من الاوقات يعني في اخطاء كتيرة جدا لكن هو حارس مرمى على اعلى مستوى افضل لاعب صاعد في الدوري المصري آه، انا عاجبني اوفا قوي بتاع ام اللي م. هو لاعب شايل دخان الجيمون شلات دخان لاعب مميز لاعب جيد بيفكرني بحب, علي، بحب حليم علي آه، روح وسرعه وقوه واتمنى له ان هو التوفيق الفتره الجايه افضل باك شمال عاجبني برضو على فكره اللاعب المحترف عبد الكريم الوادي برضو من اللعيبه المميزه عبد جدا عبد الكريم الوادي عب كي... اه عبد كريم ولا عبد كبير تالي عبد الكبير تهيأ لي. على فكرة أوه. فيوتشر اه ما لعبش فيوتر. ما لعبش امبارح ما لعبش المميزين جدا جدا هي. يعني لعيب صاعد برضو لو هو صاعد يعني م. آه في لعيبة طالعين بشكل مميز جدا 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 زي ما قلنا اوفا ايوه مين تاني آه يعني هو اللي جه جيف في بالي دلوقتي تمام افضل باك شمال غير محمد غير بره الاهلي آه لا ما فيش في مصر افضل باك شمال افضل من علي معلول صراحه <applause> <أمل> <أمل> يعني صعب هو الحقيقه في ناس بتحطه في حته كده يعني انه في تاريخ في, في تاريخ الكره الاهلي كله آه، 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 يعني لا برضه تاريخ النادي الاهلي يعني برضه رغم ك... انه الاهلي كابتن ربيع ياسين كابتن ربيع ياسين محمد محمد آه آه، آه، عماره آه، حتى جلبرتو محمد عبد الوهاب الله يرحمه طبعا طبعا الحقيقه فلته من فلتات الزمن لا المركز ده لعيب رغم انه هو صغير وتجربته يعني ما اكتملتش <applause> ربنا بقى اختاره لكن بشوف ده ده الحقيقه كان واحد من افضل الباكات طبعًا الشمال طبعا اللي طبعًا جت في تاريخ النادي الاهلي طبعا يعني اكيد اكيد طبعا ربنا يرحمه يا رب لو كلمنا برضو عن من لعيبه ما نقولش صاعد بقى هو لعيب آه طبعا محمد عبد المنعم من اللعيبه آه اللي دلوقتي اه عبد المنعم طبعا رقم آه واحد في مركزه في, أيوه في النادي الاهلي ورقم واحد في مركزه في في مصر في افريقيا دلوقتي ما شاء الله اتمنى التوفيق انا سمع ان خايف انا بس من بيتكلموا بيتكلموا عليه دلوقتي بعد اصابه احمد حجازي اتحاد جده اتحاد جده تستغنى عن لو انت صاحب قرار تستغنى عن لاعب زي محمد عبد المنعم في التوقيت الحالي والله ده قرار مجلس الاداره انا فاهم انا من ناحيه بص, 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 آه. بص, خلينا نتفق على حاجه الجمهور بيشوف الامور من زاويتهم اه هي دي مشكله المحللين بيشوفوا الامور من زاويتهم بس لكن أوه. الوحيد اللي بيبص على الامور يعني مجلس من و... فوق بكل الزوايا بتاعتها انا بشوف النادي احتياجات قرار مجلس, احتجت... مجلس الاداره دي قصه ثانيه خالص اكيد طبعا اكيد ده مرتبط بالقيمه السوقيه بتاعته اتمنى محمد في اوروبا مرتبط برغبه اللاعب أيوة. مرتبط بايجاد البديل يعني بالزبط. في حاجات كتيره جدا بالزبط. بتخش في المعادله لكن الجماهير بتتكلم أكيد احنا طول النهار شايفين خناقات على السوشيال ميديا جزء من الجمهور عايز اللعيب ده يجي لعبة. وجزء من الجمهور مش ممكن آه. يدخل النادي الاهلي يعني لا الجمهور لا بي... الموضوع ما يقدرش كده زي ما قالوا وقت من الاوقات مش الجمهور اللي بيدير المنظومه المنظومه ليها مجلس اداره عارف احتياجات الفريق ايه عارف ان احنا, إحنا بننافس مين واللاعب الفلاني ده لو ما جبناهاش ما جبناهوش وهيروح حته معينه هيفضل الحته المعينه دي تفضل تتقل تتقل في وقت من الاوقات انت هتقل واللعيبه المعنيه دي تزيد لا احنا في وقت من الاوقات لازم نعمل كده رايك سؤال اخير رايك في مشوار مارسيل كورن حتى تاريخه مع النادي الاهلي طبعا دلوقتي من, من المدير الفنيين اللي, 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 اللي بيبدا يحط يعني نقول اسمه في اعظم المدير الفنيين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي نتائجه اداء اللعيبه كمان سيبك من النتائج انا مش بتكلم على النتائج أي. كمان بس اداء اللعيبه مميز جدا جدا النادي الاهلي السنه دي عامل حاله مهمه جدا جدا ما تلاقيهاش في اي مدير فني مم. موصل اللعيبه كلها اذا كان اللعيب الأساسي واللعيب الاحتياطي لدرجه عاليه جدا من التركيز والمستوى الفني العالي صحيح. وده ما بتحصلش ما بتحصلش كتير جدا ان المدير الفني يوصل كده مش مش كل المديرين الفنيين يقدروا ينجحوا طبعا يعني ان شاء الله باذن الله تكون خطوه مهمه جدا وخصوصا انه انت عندك ثلاث مباريات مع بعض فوزك بيهم يكفي لتتويجك ببطوله الدوري لكن الثلاثه من الصعوبه من حيث طبيعه المنافس سواء اسماعيلي او اتحاد او زمالك الثلاثه في خلال اسبوع واحد نتمنى ان شاء الله انه الانطلاقه تكون مع الاسماعيلي يوم الاربعاء اللي جاي وثلاث نقاط تقربنا بشكل كبير جدا من الحصول على او استعاده اللقب المفضل لجماهير نادي الاهلي لقب بطوله الدوري بشكرك كابتن احمد نورت الدنيا وشرفتنا النهارده في السادسه شاكر جدا واتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي المباراه الجايه واللي بعديها واللي بعديها عشان نبارك موسم طبعا موسم ان شاء الله باذن الله دوري وكاس ان شاء الله, الله. وكاس, شاء الله وكاس, وكاس سوبر افريقيا وبعد كده نبقى نتكلم في الموسم الجديد بقى على السوبر ليج ودوري الابطال ان شاء الله والبطولات الجديده بشكرك كابتن احمد نورت الدنيا ان شاء الله نتقابل المره الجايه نكون نبارك لبعض ان شاء الله ببطوله الدوري ان شاء الله باذن الله لا مش هيكون كل البطولات انت هتغيب يعني هتروح لبعيد قوي كده سرنا. لا ان شاء الله باذن الله نكون حصلنا لقب بطوله الدوري بشكركم على المتابعه بكره حلقه جديده حلقه من السادسه بشكركم على المتابعه وتحياتي